وبعدين نطلع على الفيديو. اذا فكره البولن بين انه انا عندي هون عندهم هم سيرفو موتور، راح نحكي بهذا الكورس راح اشرح بتفصيل اكثر السيرفو موتور. السيرفو موتور ايديا اذا بدي اتحكم في البوزيشن من 0 ل 180. هلا في انواع من السيرفو موتور تتحكم بالسبيد، بس معظم السيرفو موتورز الموجوده هي بوزيشن كنترول، بتحكم بزاويه معينه. فعاده بنتحكم بزاويه مثلا من 0 ل 210 فرضا، فبقدر السيرفو موتور يعطيني هاي الزاويه، يتحكم بهاي الزاويه، يتحرك تقريبا 180 درجه او اكثر شوي من 180 درجه. بعطي السيرفو موتور بلس، الويدث تبع البلس هاي كل 20 ملي سكندز الويدث تبعه بحدد لي الزاويه. رح نطلع عليها بتفصيل اكثر بهاي السيرفو موتور. السيرفو موتور بداخله فيه فيدباك، فهو بيعرف انه هو وصل الزاويه، ولو صار ديستربنس على السيرفو موتور رح يرد يرجع مره ثانيه. يعني لو مسكته بايدي السيرفو موتور وحركته رح يرجع على المكان الاصلي اللي معطيه، بشرط اضل اعطيه البلس، اضل اعطيه البلس ويدث المطلوبه حتى يروح على المكان المطلوب. فعندنا هلا سيرفو موتور في البولن بيم، السيرفو موتور مشبوك على ديسك، الديسك ملزق تلزيق على السيرفو موتور، السيرفو موتور طالع منه ديسك صغير بلاستيكي ولزقنا الديسك الكبير عليه. وبعدين عندنا في نقطه معينه هون في عندي عندنا ارم، والارم هاي مشبوكه مع البيم. هذه هون بيفوت بوينت وهذه مثبته، فهذه مثبته بتتحرك بهذا الشكل. وهلا لما تلف معي هاي، وهاي راح تلف في الرينج تبعها، راح تلف بهذا الرينج من هون، راح تتحرك معي على 180 درجه اللي موجودين هون. بعدين عندنا سنسر، يا السنسر يا هون يا هون، مثلا لو حطينا السنسر هون. طيب هي فور بار ميكانيزم هيك شيء؟ هل هي فور بار؟ صحيح فور بار، صحيح فور بار ميكانيزم. واحد اثنين ثلاثة والجراوند أربعة. أوكي؟ إذا عندنا هون رح يتحكموا هلا حسب البوزيشن تبع البول. هي البول موجودة هون مثلا، والبول احنا بدنا لها بوزيشن معين، مثلا احتمال كبير يكون البوزيشن تبعه اللي بدنا اياه مثلا يكون بالنص فرضا او بمكان معين. هلا حسب البوزيشن تبع البول، في عندي هون سنسر، السنسر هذا ممكن يكون ليزر سنسر يعطينا الديستنس، ممكن يكون التراسونيك، بس الالتراسونيك سيء من ناحيه ايش مشكله الالتراسونيك كسنسر؟ الانجل اللي بتطلع من الالتراسونيك سنسر واسعه، فما بتضرب بالضبط بالاوبجكت، في حين ميزه الليزر بيم، بس الليزر بيم طبعا في بده بروسيسنج، الليزر بيم فيري فوكست. مشكلة الالتراسونيك سنسر اذا طلعت الالتراسونيك سنسر الزاوية هاي ممكن توصل لحد 35 درجة. فلو الاوبجكت موجود هون ممكن تضرب في اوبجكتس ثاني من هون، اوبجكتس ثاني من هون وترجع. فما راح يعطيني، راح يعطيني فيري فازي، القراءة تبعته راح تكون فيري فازي، ممكن يعني يصير في تشويش عليها بسبب اشياء ثانية موجودة. هلا في ليزر بيمز، في سنسرز بتعطيني ليزر وبعطيني بقيس لي المسافة هاي ان ريل تايم وبعطيني جواب. طبعا هون صار هي الفيدباك المنت، الفيدباك ترانسديوسر هون. وهلا بدك تفكر هل له ترانسفير فانكشن، هل بيهمني ترانسفير فانكشن تبعت هذا السنسر، على اي اساس راح اقرر بده يهمني ترانسفير فانكشن ولا لا؟ حسب التايم كونستنت تبعه، الاحتمال هذول السنسرز راح يكون سريع جدا. يعني بده يعطيني جواب مثلا بكون افيلبل وذين 1 ملي سكند او اقل بهذه الحدود، فعادة هاي بقدر اعتبرها كانها كونستنت، إذا إلها ترانسفير فانكشن بدنا ندخل الترانسفير فانكشن تبعتها. الستيبر موتور نفسه في له، هو فيرست اوردر سيستم ممكن اعتبره له ترانسفير فانكشن، والستيبر موتور نفسه من هون راح يكون في له كنترولر مشبوكه مع. هلا هون هذا الستيبر موتور راح يطلع منه سلكين، والسلكين هذول راح يعطوني بلس كل 20 ملي سكند لازم اعملها ريفرش. اوكي؟ كل 20 ملي سكند لازم يطلع ريفرش لهاي السيجنال، هاي السيجنال اللي بيهمني منها هو العرض تبعها. العرض تبعها ايش راح يحدد؟ راح يحدد زاويه الماتور المحرك، وراح ياخذ زمن معين حتى ينتقل من زاويه لزاويه. اذا هو هلا موجود بزاويه وفجاه غيرت من زاويه وغيرت المكان اللي بدي اياه، وزن هاي بتتراوح من 0.9 سكند ل 2.1 ملي سكند، من 0.9 ملي سكند عرضها ل 2.1 ملي سكند، وهذا بيعمل مابينج للزاويه حسب الزاويه تبعت المحرك من هون. لازم كل 20 ملي سكند اعطيه ريفرش، اذا ما اعطيته ما بعرفش ايش بيرجع على ديفولت بوزيشن، مش راح يحافظ على الزاويه اللي موجود فيها. عندنا هون الاردوينو. طيب هو في اوتو لوك كمان مش هيك؟ في اوتو لوك، ما بعرف، في اوتو لوك بضل محافظ على مكانه تمام، بضل ماسك في نفس المكان. وكيف تعطيه اوتو لوك؟ قدام عليه بقول له باور الفي سي والجرام، في عندك كنترول سيجنال. تمام اوكي. هلا هون عندنا الاردوينو، في عندنا بيك مايكرو كنترولر، وبعدين عندنا طبعا هون يو اس بي بورت راح يرجع على اللابتوب او البي سي. هلا اذا بدنا يكون هذا الهاردوير مباشره
لازم ياخذ سيجنال من السنسر اللي موجوده هون. انا بعتمد بدي احط اللابتوب يكون هو الكنترولر والاردوينو يكون انترفيس، ولا الاردوينو هو الكنترولر والانترفيس. اذا صار الاردوينو هو الكنترولر والانترفيس راح يصير في عندي هاي اللوب، هاي الكنترولر والست فاليو انا بخزنه في داخل هاي الديزايرد فاليو بخزنه من هون. طبعا التايم كونستنت تبع الاردوينو والتايم كونستنت تبع السنسر راح يكون مهمل بالنسبه للتايم كونستنت تبع السيستم هذا كله ككله، لازم اطلع ترانسفير فانكشن. شو الترانسفير فانكشن هون؟ هاي سنجل راح نعتبرها احنا هلا سنجل انبوت سنجل اوتبوت. شو الانبوت عندي هون؟ الانجل الانجل او التورك، بامكانك تعتبر انه التورك وان الانجل بتتحول لتورك. فممكن اطلع ترانسفير فانكشن للسيستم التورك اللي داخل على هذا المحرك والاوتبوت ايش؟ بوزيشن دي دي اوف تي. فلازم اطلع انا ترانسفير فانكشن اف اوف اس راح يكون فيها مثلا التورك عفوا الاوتبوت اللي هي نسميها مثلا دي اوف اس على تي اوف اس هي الاوتبوت تبع السيستم. نعم تفضل، ايش كنت تقصد؟ الانبوتس مش ممكن مثلا نحكي مع الديستانس والكرنت انجل؟ ممكن بتعتبر ايش الكرنت انجل هي ايش؟ هي اوتبوت انبوت اضافه للكرنت انجل. مضبوط، بس ما هو انت لما انت بدك تعمل فيدباك على هذا البوزيشن اللي موجود هون، هو بحاله الستيبر موتور انت عارف البوزيشن اللي مفروض هو موجود عليه انه هو اخر سيجنال اللي انت بعثت له اياه. بس اذا بدك تقيسها هم ما قاسوها، ما في فيدباك، يعني بالسيستم تبعهم ما في فيدباك من هذا البوزيشن الا السنسور اللي هون. هلا ما بعرف اذا انت بتحسن الكنترول، اذا انت اخذت الانجل هاي كمان عملتها مالتيبل انبوت تو انبوتس مثلا يكون للسيستم وون اوتبوت مثلا هو يكون الزاويه او التورك اللي رايح المحرك. هلا اذا عملت كنترولر ان ذا لوب، اذا اللوب هاي بدها تصير هي الكنترولر وممكن يعمل هيك بس حسب مشكله السرعه، راح يصير عندي الفيدباك ما يروح هون، راح الفيدباك يجي هون او بده يجي عفوا على الاردوينو لانه الاردوينو راح تعطيني انترفيس راح تعطيني هون الاردوينو والاردوينو راح تعطينا انترفيس كنترولر اللي هو البوزيشن بوزيشن اوف بورد. راح يصير الكنترولر هون عندي بالسيمولينك، فبصير نصمم الكنترولر. هلا هم وجدوا جربوا بي وجربوا بي اي، اظن جربوا بي اي دي وبعدين جربوا الفازي. ميزه الفازي انه سهل وفهمه سهل، ما بدنا ترسل فانكشن اصلا تمام واسهل بكثير. بالضبط، ما بدناش نعمل، بصير نعمل بنصير نعمل ديسيجنز او رولز. اذا كانت مثلا المسافه بعيده كثير عن الديزاير مثلا اعمل غير شيء معين هون، فكله رولز معينه او بنعمل بي وبي اي او بي اي دي. كيف هذا؟ او اذا عملنا هون الكنترولر كانت هون فرح تيجي عندي السيجنال هون، بعدين رح يروح الانترفيس عن طريق اليو اس بي، هذا كله يو اس بي هون، ورح ترجع اشاره الكنترول من هون اللي تروح على المحرك، او بنزل الكنترولر من هون بحمله في الاردوينو وبصير عندي اللوب هي مباشره بالهاي هون بتصير ان ريل تايم. اذا بده هذا يكون جزء من الكنترولر بده يكون سريع. عاده سيستم كويندوز بيس سيستم لا يستخدم في الريل تايم كنترول، لانه ممكن يعمل كراشينج، ممكن يكون بطيء، ممكن يكون في ديليز ليتنسي. ليتنسي مشاكل ليتنسي. نعم تفضل. انه ريليتيفلي فاستر بالسيريال كونكشن بين اللابتوب واليو بين البي سي، هذه سريعه، هاي سريعه يعني 11600 تمام، بس ما في خطر انه يصير عندك هون كراش مثلا هذا اللابتوب اللي انت مستخدمه. تمام. هلا اذا كان ويندوز مرات الويندوز مشكلته بيعمل في ليتنسي او ممكن يعمل كراش، هلا الا اذا في له تصميم خاص. هلا عاده بصير عندك انت اندستريال كنترول سيستم، في عدد مرات بيكون في اوبريتنج سيستم خصوصي للاندستريال ابلكيشنز مناسب اكثر بالحاله هذه. اذا بدنا نطلع الترانسفير فانكشن بصير في عندنا انبوت، تطلع ترانسفير فانكشن اذا بنعمل اناليتيكال كنترول. اذا انت بدك تستخدم بي اي دي وتعملها تيونينج بالزيجلر نيكلس يمكن ما تحتاج، اذا بتعمل مانوال تيونينج ما تحتاج. اذا بدك تعمل روت لوكس مثلا وليد لاك كومبنسيتر ايش بدنا؟ بدنا ترانسفير فانكشن تبع هذا السيستم اللي انا اقترحتها زي هيك، ممكن تكون شيء ثاني بس انا اقترحت ان يكون الانبوت تبعها هو التورك من المحرك والاوتبوت هو البوزيشن تبعت البول. اوكي؟